قيظة في القلب، عندها نقص في الراس، خاصة طبيب الراس دايما. بداو على بركة الله مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. بث مباشر ربما شفناه مرارا وتكرارا على قناتكم قناة الشعب شوف تي في. شفنا مآسي ديال الناس اللي كيجيو من أجل العلاج من ضواحي مدينة الدار البيضاء ومن مدن أخرى خارج مدينة الدار البيضاء، لأننا تنعرفوا أن المستشفى ديال بن رشد أو المستشفى الهاروشي أو العشرين غش هما المستشفيات الوحيدة اللي كتستقبل واحد الفئة كبيرة من المجتمع ومن مدن بعيدة. شنو كيديروا هاد الناس؟ حنا تنعرفوا أيضا شكون اللي كيمشي للسبيطار، كنقولوا سبيطار المخزن. شكون اللي كيمشي للمستشفيات العمومية؟ المستشفيات العمومية ما تيمشيش لهم الناس الميسورين. الناس الميسورين كيمشيو للكلينيكات، كيمشيو خارج أرض الوطن باش ممكن أنهم يتعالجوا. الله يسهل عليهم والله يشافي أي واحد. ملي كتمشي الصحة كيتساوى اللي عنده واللي ما عندوش، غير هي ملي كيكون عندك شوية ديال الفلوس على الأقل الإنسان كيقدر يتنقل، كيقدر يكون عنده ترونسبور، عنده طوموبيلته أولا في الطيارة أولا أولا أولا. هنا الوضع مختلف، هنا كاينين ولاد الشعب وبنات الشعب، هنا كاينين الناس اللي كيجيو من مدن بعيدة ومن ضواحي مدينة الدار البيضاء باش يتعالجوا، وكاين اللي خصو كيمشي اليوم وتيقول له الطبيب رجع عندي غدا. كيمشي اليوم تيقول له الطبيب رجع عندي في العشية، وهو جاي من واحد المدينة بعيدة باش يوصل خصو واحد المبلغ اللي هو كبير وعاد الترخيص، كيف ما في الحالة ديال هاد السيدة اللي واقفة معنا الآن واللي عندها جوج ديال البنيتات مراض. كاينة واحد الطفلة جميلة واحد نظرات بريئة ملائكية سميتها إيناس، عدت من سنين، عندها إعاقة حركية جسدية ذهنية بحال الأمانة. كيف ما حطيتيها كيف ما كتبقى، لما وكلتيهاش ما تاكلش، لما شربتيهاش ما تشربش، لما درتيش لها ليكوش ما كتمشيش للتواليت. الله ينجينا وينجيكم. وكاينه هاد الشابه اللي العمر ديالها 18 سنه اللي حتى هي عندها واحد المرض، الله ينجيكم يا ربي في هذا الشهر الفضيل اللي هو على الابواب. الهلي يضر شي مسلم، الهلي يضرنا في صحتنا، قد هكا كيادينا، ضرتنا غير درسه كتمحنا، فما بالك ان يكون عندك ورم او قيح او لا شي حاجه اللي في الراس اللي كتنزل لهاد السيده في نيفها. المرض من عند الله وعطيت الله ومرحبا باللي عطاه لنا الله، ولكن الالم فين كاين؟ كاين الالم ديال المرض وكاين الالم ديال هاد السيده اللي كتضطر انها تبات بهاد البنيات في الشارع، كتبات بهم في الزنقه، كتبات بهم حدا السبيطار. علاش؟ حيت هي جايه من بن حمد، تنعرفوا باش توصل من بن حمد لهنا شحال كتخلصي لها ديال الترونسبور؟ راه خاصني نلحق ب 100 درهم لنا المحطه، وعاد ثاني خاصك تشدي فاني خاصك واحد 4000 ضروري عاد تلحقني، ضروري 4000 عاد باش تلحقني. وعندك العذاب ديال هبطه البنيه والكروسه، والكروسه ما كيبغيوش يهزوا ليا الطاكسيات، ما كيبغيوش، كاين شي طاكسي اللي كيبغي يوقف لي ولا يهز ليا، حيت خاصو يتسناك تركبيها، تركبي الكروسه. تبارك الله حنا عارفين حنا مالين الطاكسيات، الله يعمرها دار في قلوبهم الانسانيه، ولكن ضروري كتلاقي مع بعض حنا ما تنعموش الناس اللي ما في قلوبهمش المحنه، كتضطري انك تباتي في السبيطار، حدا السبيطار، حدا السبيطار، حيت ما فين غتمشي انت وجوج هاد البنيات، هذا بنا وبناتي بجوجات، ما راك تشوفي فيهم قدامك، راه ربي اللي عالم بيا. الله يرضي، المرض ما نصيبش تيليكوش باش تاخذي لهم، باش تاخذي لهم ياكلوا، باش تاخذي لهم الدواء. يا سلام الله ينكر نوريك الدواء، هادي الدواء خاصها ما تقطعوش، هذيك دواء السرا، دواء القلب، خاصها الراديوات خارجي ليا ديال الفك ضروري، خاصها باش شنو عندها؟ عاودي لي ايناس شنو عندها؟ عندها تقيفة في القلب، عندها النقص في الراس، خاصها طبيب الراس دائما. الدواء ديال الصرع الاكسجين ما كيطلعش لها الراس، لما دارتش الدواء ديال الصرع كتغيب، خاصها ضروري ما تحكدوش. بزاف د الحوايج كتخنق لي، عندها فقر الدم، لما زاد مره كتزيد الدم، مره خاصها الدواء ديال فقر الدم ما تحيدوش. كتفهمك؟ لا ما كتفهمش مزيان، ولكن حاسابك، كتحس بيا، كتشوفك مسكينه، كتشوف دموعك، ولكن باش ترد عليك ولا باش تهضر ولا باش تقولك شي حاجه ولا باش ولا راني كنتالم ولا راه خاصني ولا فيا الجوع، ما كتقولكش فيا الجوع الا ما وكلتيهاش لحق الوقت، وكلتيها ما تعرفش، ما شربتيهاش الماء ما تعرفش، حتى لا دارت لي شي حاجه قبالتها كتبغي ديها باش ترامي، ولا باش تقول كاري ولا باش ما كت نقترش. ولكن راه عتيره سبحان الله العلي العظيم، بحال هاد الاطفال كيكون عطيهم ربي واحد القبول، ما عرفتش كيفاش نوصف لكم يعني، يا ريت كون كنت نقدر نوريكم الوجه ديال ايناس، تشوفوا واحد البراءه فيها، واحد الجمال اللي عطيه الله سبحانه وتعالى، واحد القبول اللي عطيه الله سبحانه وتعالى. الهلا يضركم في وليداتكم يا ربي، اللي عنده شي وليد الهلا يضروا فيه، واكيد ان الصدقه راه هي اللي كتحد وكتدفع علينا البلا والباس. نشوفوا الدريه الاخرى شنو عندها. السلام عليكم ابنتي. السلام. كي دايره؟ لاباس الحمد لله. كي بقيتي؟ انت مريضه فيك مرض مزمن في الراس، كان كينزل لك داك القيح النيف، درتي عمليات، هذا الشيء كيف ما قلنا ديال الله سبحانه وتعالى، الله يشافيك بنتي ويعافيك. المعاناه اللي كتعانيوها من غير المرض انكم كتباتوا في الزنقه انت وخويتك وميمتك.
تفرشوا الكارطون وتنعسوا ولا جاب لكم شي واحد شي حاجه باش تغطاو وتغطاو ما جابش لكم؟ رجعنا للبيت خاصنا نخلصوا الكرنيس درك قال لي انت نشوفوا شي حد اللي كمل لينا. حنا هاد الناس هادو مساكن راهم غير لقاوهم في الزنقه وحنا عارفين ان المغاربه قلبهم حنين. حنا اليوم بغينا نوجه واحد النداء السيده لقاو ليها المحسنين او لقاو ليها المحسنين. ماشي المحسن ماشي هو اللي كيكون عنده الفلوس، راه كاين اللي كيعاون غير بكلمه طيبه، كاين اللي كيعاون بحويجه بحال هاد السيده معاونها غير واقفه معاها. لقاو ليها واحد البيت ديال الكرا المبلغ ديالو هو 17000 ريال في الشهر باش هاد السيده تقدر تستقر هي وجوج بنيتات وما تبقاش تكرفص. اللي قدر واللي بغى يشري جنته واللي بغى الله سبحانه وتعالى انه يضاعف ليه هاد الحسنات يشوف هاد ثلاثه ديال طفله وجوج ديال النساء كيباتوا في الزنقه معرضين للبرد، معرضين للشمس، معرضين للشتاء، معرضين للخطر، معرضين للاغتصاب، معرضين للضرب، معرضين لاي حاجه. تخيلوا معايا الرجال وما تيقدوش على تكرفيس الزنقه، فما بالك امراه ام هي وجوج ديال البنيتات ما حيلتها مسكينه للتكرفيس ديال المرض، ما حيلتها للتكرفيس ديال البيات في الزنقه. هذه السيده اللي اتصلت بينا شنو شنو المعاناه ديالك؟ انا اختي غير مشيت حدا 20 غش وشفت هاد السيده وجبت المره الاولى كرات واحد البويت ولكن ما قدراتش على الكرا. حسنا ملي غتخلص هاد الفلوس 17 وانايا انا راهي تقول لك تانا انا راه ما عنديش، انا كون في استطاعتي انا مشيت مع الجمعيات قاديت لها لاكارط على حساب بنيتها ولا كانت شي مساعده ديال ليك وش داك الشيء، ولكن في هي مسكينه الماكله تاع كرشه ما كتلقاهاش. اقسم بالله اختي فاطمه الزهراء راه كانت كرات عند واحد السيده من العائله عند عائله راجلي وعاتيك وما كتضلش مسكينه وكتجيها 100 درهم ديال الماء و100 درهم ديال الضوء. ديال الضوء. يعني هاد السيده ما خداماش وعندها جوج وليدات معاقين، كي غدير تخلص هادشي كله؟ حنا تنتمناو من المحسنين ان يشوفوا بحال هاد السيده. ما عندك حتى مدخول، راجلك شنو كيدير؟ راجلي زيزون كيسمع ما يهضرش مع والدي، ما جاش معايا ما كيعرفنيش كاع في هاد المال. شي جوج من العائله؟ ولد عمي. لان زواج العائله ربما هو اللي خلى هاد الوليدات يخرجوا هكا. شوف مسكينه ايناس عندو اختي باش واخا يجي معايا ما عندو باش ينفعني، راه هو تا هو مريض تا هو تا هو راه كيهزو على الناس ماشي عنده ولا كيدخل. راه انا كنتلاوط معاهم هكا كنطلب عليهم ندار معاهم اللي قدرت عليهم اللي ما قدرتش عليهم. الرقم ديال الهاتف ديال التليفون اللي بغا يتواصل مع هاد السيده حنا غادي نقولوه لكم، ولكن الله يجازيكم بخير. راه هاد الهضره غنبقى نقولها ونعاودها ونبقى نقولها ونعاودها. بالنسبه للناس اللي كيتصلوا بهاد الارقام اللي كنحطوا ديال الحالات الانسانيه، ما عرفتش انا كيفاش كتفكروا وما عرفتش كيفاش تربيتوا وما عرفتش كيفاش عايشين وما عرفتش اخلاقكم فين منين منين منين. حتى لهاد الدرجه الانسان ما فيش قلبه الانسانيه انكم كتتصلوا بحالات انسانيه اللي محتاجه المساعده وكتبقاو تستهزئوا بالناس وكتبقاو. هاد السيده هادي محتاجه المساعده، هاد السيده محتاجه المساعده، ما محتاجاش الواحد يعيط لها يقول لها ديري لي فيديو صيفطي لي بنتك. هاد السيده راه كنا بغات دير الفساد ولا بغات دير شي حاجه ما تخرجش في وجه مكشوف في شوف تيفي وتطلب الناس وتطلب المحسنين. بركه 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 من عدم الضمير، بركه من بنادم اللي باغي غير يتفرج ويستهزئ بالناس ويضحك بالناس. راه انا ما لقيتي ما تقدم لهاد السيده، قدم ليها غير الله يسهل عليك والله ييسر لك الامور غير معنويا، ما تعيطش لها تستهزئ بها. الرقم اللي غادي نديرو هو 06 52 04 34 88 06 52 04 34 88. بالنسبه للناس ساكنات مدينه الدار البيضاء كاين بزاف باش نعاونونا، نقول لكم باش غنعاونو. شدي يا ماما هاد السيده ما كتلقى ما تاكل، انتي اولا انت اولا كلنا فينا واحد الطبيعه كناكلو كنلوحو الماكله. بزاف منا كياكل وكيلوح الماكله، كاين اللي كيخرج طارو حشاكم ديال الزبل عامر بالماكله شيطه. غنهزو ندي واحد الانسان اللي محتاج، نعيطو مثلا لهاد السيده. كاين اللي كيبقى عنده مثلا داك الجوهور عا كيتبيريما، كاين اللي كيبقى عنده الحليب عا كيتبيريما، كاين اللي كتبقى عنده بزاف ديال الماكله كتبيريما. علاش ما نجمعوش هاد الشيء انا وانت وانتي، نجمعوا هادشي نبقاو نشوفوا الحالات اللي محتاجه، نديو لهم الماكله نديو لهم الحوايج اللي كيشيطوا علينا. اكيد عندنا في بلاكاراتنا بزاف ديال الحوايج ما كنستعملوهمش ما كنلبسوهمش، عندنا بزاف ديال المانط مخزونين ما كاينش اللي كيتغطى بهم، هادشي نقدروا نعاونوا به. اما بالنسبه للناس اللي مسك عليهم الله سبحانه وتعالى اكيد راه غيقدروا يعاونوا هاد الناس. ماشي شي حاجه 1000 درهم ديال البيت ديال الكرا انت وانتي وانت والاخر، نديروا غير 100 درهم لواحد وغنقدروا اننا نخلصوا لهاد السيده ولو عام ديال الكرا. ممكن اننا نعاونوها بعام ديال الكرا فين على الاقل تستقر، نخلصوا لديك السيده مولات الدار واحد العام ديال الكرا. 1000 درهم في الشهر شحال غادي تجي في التوتال؟ غتجي واحد 12000 درهم في العام، سهله اي واحد يقدر يجمعها ولا اي واحد مسك عليه الله سبحانه وتعالى. كاين اللي كيحطها غير في الصاك، كاين اللي كتحطها غير في اللبسه، كاين اللي كتحطها غير في الصباط. اعطى الله فين ممكن اننا نستثمروا هذه الاموال لان الله سبحانه وتعالى يربي الصدقات.
غنختم معكم مشاهدي قناه شوف تيفي هذا البث المباشر. قبل ما نختموه غادي نعطي السيده انها توجه النداء هي بصوتها لعل وعسى يلاقي واحد بغيناكم تشوفونا بعينيكم وتحنوا فينا بقلوبكم. نخليو النداء ديال السيده، شنو تبغي تقولي للناس؟ اختي اللي تعاون معايا في الكرا باش نكون وانا خارجه ليا راه يوديو البنيه وعطاهم لي على برا ونص باش نديرهم. هما الوراق عندي كلشي عندي، مشيت تسطل الراديو كيدير 38000 130 وما قدرش. عندك الراميد؟ ما عندي الراميد، عطاو لي على برا، عطاو لي هاد الراديو نديرو على برا. ورانا باقا كنجري من الصباح باش نديرو وانا بعيده جي. هادشي ماشي مشكل، هادشي حالو ساهل، هادشي غادي نحاولوا اننا نشوفوه. هادشي ديال الوثائق وطبيعي وشنو خاص، كنحاولوا اننا نشوفوا كيفاش نديروا ليه. مشاهدي قناه شوف تيفي الله يجازيكم بخير، وخصوصا اننا على ابواب الشهر الفضيل. هذه هي الجنه ديالنا، فين ممكن اننا نقلبوا عليها. هذه هي العمره، هذا هو الحج، هذه هي بزاف ديال الامور فين ممكن اننا نلقاو الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى كيضاعف الحسنه بعشر امثالها. غنختموا معكم هذا البث المباشر على امل اننا نتلقاو بكم في بث مباشر اخر باذن الله.